السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تلمسان لنتعرف على مستثمرة لإنتاج الخروب، وهذا المستثمر اللي يعني هو مهندس في الفلاحة استثمر في إنتاج الخروب، والآن راح يصدر فيه لعدة دول في أوروبا، وليدخل في عدة ما يعني في عدة منتجات كالحلويات والشوكولاتة والأدوية، وفي عدة مجالات يدخل فيها هذا النبات تاع الخروب، واللي المشروع هذا سوف يصل في المستقبل إلى 10 مليون شجرة نتاع خروب في هذه الشعبة الناشئة في الجزائر. إذن هنيئا لهذا المستثمر وللجزائر بهذا المنتوج الجديد، وإن شاء الله يكون فيه متابعة. لأكثر تفاصيل تابعوا هذا الفيديو، والسلام عليكم. على مساحة 140 هكتار يهتم شكيب بغراسة شجرة الخروب التي مكنته من تصدير المادة ومستخلصاتها إلى 40 دولة. تصادف وجود فرقة التلفزيون الجزائري مع تجهيز أول شحنة إلى فيدرالية روسيا أكثر الزبائن طلبا على هذه المادة. منتوج مطابق جميع المواصفات العالمية، من بين ذلك لأنه دفعنا باش نكون من بين مصدر أحسن مصدر في الجزائر. المنتوج هذا ما يخسروش، نستفادوا به، تستفاد به الشركة هذه. نوعية ما شاء الله، ان شاء الله 2000-3000 قنطار، وهذا الخروب يستفدوا بزاف منه من عائلات. رانا عايشين كاع كي الفلاح كي الخدام بالنهار كي بالشهر، كاع رانا عايشين فيه. تحظى الشركة بالمساعدة الكاملة للدولة. بدينا مشروع تاعنا هو غرس 1000 هكتار خروب هنا في ولاية تلمسان. الساعة اليوم رانا حوالي 100 هكتار ديجا مغروسة. مؤسسة تصدير مسحوق الخروب التي توظف أكثر من 150 عاملا تسعى لغراسة أزيد من 10 ملايين شجرة خروب، وذلك خلال العشر سنوات المقبلة، والتي ستمكنها من تحقيق الريادة إقليميا. عندنا 17 سو برودوي، منتج مشتق من الخروب رانا نصدروه، اللي خلات الناس تساهم في مشروع 10 ملايين شجرة خروب، والناس انضمنت لهذا المشروع. كل هذه المجهودات تأتي في إطار رفع العراقيل والاستماع إلى انشغالات المستثمرين. تم الانتهاء من عملية إنجاز المنطقة الصناعية الجديدة بولاد بن دامو، رفع التجميد عن المنطقة الصناعية الجديدة بالعريشة، اللي يعني ننتظر منها آفاق كبيرة خاصة منها في المشاريع المهيكلة. مزايا شجرة الخروب اقتصادية وبيئية، وستسهم كذلك في تدعيم السد الأخضر كصمام أمان يحمي من خطر التصحر والانجراف.